ولمناقشة ما جاء في بيان الميثاق الوطني العراقي بشأن استهداف المدنيين في دهوك، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا بك سيد عبد القادر. يعني الخارجية التركية نفت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت الأبرياء في زاخو، ودعت الحكومة في العراق إلى التعاون من أجل كشف الجناء الحقيقيين. برأيك لماذا تعجل الكاظمي في بغداد بتوجيه أصابع الاتهام إلى تركيا؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. بدءا نعزي عوائل الضحايا الذين سقطوا في حادثة أو في قصف أو في تفجير المنطقة السياحية في دهوك، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى. من المؤكد أن هذه الحادثة الأليمة التي وقعت وراح ضحيتها عراقيون وأريقت الدماء فيها تحتاج إلى وقفات مهمة تماما. أولا، هل هو قصف صاروخي أم هو تفجير عبوات؟ لأن بعض السياح الذين تواصلنا معهم قبل إصدار بيان الميثاق أكدوا أنه لا توجد هناك مقذوفات سقطت، إنما انفجارات من الأرض. وبالتالي إذن هناك كثير من الأسئلة التي يمكن طرحها على حكومة الكاظم التي تعجلت في إصدار قرارها، ومن قبل حكومة الكاظم بعض الأحزاب المرتبطة بإيران. وإلا لماذا وصلت قافلة السياح ليلا إلى أربيل ثم فجرا غادرت إلى دهوك؟ لماذا لم يرتاحون يوما؟ من الذي دفع بعض تكاليف السياح وتبرع بها؟ إذن عملية الاستهداف جاءت لأنه بعد فشل قمة طهران، وبالتالي إيران أرادت أن توصل رسالة إلى تركيا أننا نستطيع أن نفعل الساعة العراقية، وأن هذه الساحة يمكن أن تشكل عبئا عليكم في عملية الاستهدافات، لأن هناك حقيقة خلافا كبيرا على العملية العسكرية التركية التي تقف طهران بالضد منها في الشمال السوري أمام المنظمات الأخرى. هذه المعلومات التي تفضلت بها والتحليل ربما يفتح الباب أمام سؤال جديد سيد عبد القادر، يعني إلى متى سيبقى العراق مستباحا من الميليشيات في الداخل وكذلك من دول الجوار في الخارج بالقصف والاعتداء حتى على مقدراته الاقتصادية من الجميع بلا استثناء؟ العراق بعد 2003 عندما شرع الاحتلال الأمريكي بإعلان احتلاله للعراق هو منزوع السيادة، وبالتالي العراق يتعرض إلى عدة أنواع من الاحتلالات، أخطرها احتلال الاستيطان الإيراني وميليشياته التي سمح لها أو سمح لها من خلال الاحتلال الأمريكي. فلذلك هذا الاحتلال المركب لا يمكن أن ينتج عنا نظاما سياسيا يريد استعارة العراق، لأن السيادة لا تتجزأ. لذلك حقيقة لا يمكن الكلام عن سيادة العراق بوجود العملية السياسية والحكومات المتعاقبة والأحزاب التي لا تمتد جذورها إلا بالدول الإقليمية. لذلك اعتداءات دول الجيران أو ما يقابلها بوجود منظمات تستهدف دول الجيران، هذا كله حقيقة مناط بأن يكون هناك نظاما وطنيا بجيش حقيقي عراقي أولا يسيطر على الأراضي العراقية ويسيطر على الحدود ويطرد جميع المنظمات التي تعيث فسادا وإرهابا على العراقيين وعلى دول الجوار. عندئذ الحقيقة لا يمكن لأي دولة أن تتعدى على سيادة العراق، وإن تعدى سيكون هناك حقيقة ردا عراقيا واضحا تماما. لذلك عملية إعطاء القضية أكبر من تصوراتها بأن هؤلاء الأحزاب يدافعون عن السيادة العراقية هي أكذوبة، لأن هؤلاء هم من دمر السيادة العراقية، وهم بتعاونهم على سبيل المثال مع الاحتلال الأمريكي أو مع الاحتلال الإيراني حقيقة جعلوا من السيادة العراقية هباء منثورا. سيد عبد القادر، لماذا لا تكون هناك ردة فعل واحتجاج ضد الحكومة وقواتها الأمنية عندما يستهدف حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا المدنيين العراقيين ومصالحهم في المناطق التي يتمركز بها أو يتواجد فيها؟ يعني حدثت كما تعلم عدة مرات أن استباح هذا الحزب مثلا منطقة سنجار ولم يتحرك من الميليشيات أي أحد، وكذلك لم نجد من يدين مثل هذه الأعمال ولم نجد من يهدد أو يتوعد كما نرى الآن. تفضل. لأن هذه المنظمات الإرهابية وعلى رأسها منظمة البككة مرتبطة بالحكومة وأحزاب السلطة وميليشياتها، ولذلك القضية هم لا يدينون، هم يدعمون. الرواتب المالية حقيقة تقدم لمنظمات البككة ومنظمات إرهابية أخرى من المال العراقي، وترتبط بهيئة الحشد، وبالتالي تدعم من السلاح وتوفر لها الإمكانيات اللوجستية، لأن إيران ترغب بدعم هذه المنظمات. وإلا
فإنه حتى حليفهم الجيش الحكومي عندما أراد أن ينفذ عملية في سنجار تم تسقيط الجيش الحكومي الذي هو معازر لهم حقيقة من أجل أن لا تكون هناك عملية عسكرية في سنجار للمحافظة على حزب العمال أو حزب البكك الإرهابي. لذلك لا يمكن لهؤلاء أن حقيقة يصفون حلفائهم ومن يدعمونهم بالإرهاب أو يستنكرون جرائمهم، لأنهم حقيقة يعملون ضمن إطار واحد وهو الإطار الذي تريده إيران، وبالتالي خيوطهم كلها تجتمع في طهران وإرهابهم يغذى بهذا الإطار. فلذلك يعتبر عملياتهم العسكرية عمليات يقبضون عليها أموالا وتكريما لأنهم يقتلون العراقيين. لكن لماذا باعتقادك سيد عبد القادر، يعني لماذا لا تقوم الحكومة الحالية بإنهاء أصل المشكلة والمتمثل في وجود عناصر وقواعد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في العديد من المناطق العراقية؟ لماذا لا تنهي وجوده، وخصوصا أن هذا الوجود لهذا الفصيل أو هذا الحزب ينطلق من الأراضي العراقية مهددا دولة مثل تركيا، وهذه الذريعة أو هذه الحقيقة تستخدمها تركيا في هذا القصف أو في الأحداث الجارية في عموم العراق؟ أولا لأن هذه الحكومة حقيقة لا تمتلك قرارا على نفسها، فضلا على أنه حتى احترام أنفسهم لا يمتلكونه، لأنهم مرتبطون بالأجندات الإيرانية، وإيران تغذي جميع هذه الميليشيات سواء في جرف الصخر أو سنجار أو معسكر مجاهدي خلق الموجود في ديالة، وهناك تدرب على طائرات مسيرة وما غيرها. لذلك حقيقة الحكومة هي تابعة للنظام الإيراني ولمشروعه في المنطقة، فلذلك هي لا تجرأ على طرد هذه المنظمات ولا تمتلك قرارا بذلك. لذلك حقيقة هي ترضخ لما تريده إيران. ولذلك إذا ما أخذنا بقضية حقيقة نحن ندين أي عملية أو أي تدخل من أي دولة يستهدف العراقيين سواء من تركيا أو من غيرها، لكن عندما وجدنا ردة الفعل من خلال أنه في ساعة واحدة تم رفع لافتات في بعض المحافظات وفي بغداد وتطويق السفارات وإصدار قرارات سياسية بأقل من 50 دقيقة من العملية الأمنية، هذا يؤكد على أن العمل كان منظما ومعد له سلفا وليس القضية قضية ارتجالية. لذلك نحن عندما نقول في الميثاق أن القضية هي قضية افتعال أزمة داخل العراق ليس لأنهم حريصين على الدماء العراقية، فهؤلاء الميليشيات ذاتهم وإيران قصفت أربيل وقتلت من العراقيين، وهم ذاتهم يقتلون العراقيين في المحافظات المنكوبة، وهم من تلطخت يدهم بدماء ثوار تشرين. فلذلك هؤلاء ليسوا حريصين على الدم العراقي، فضلا على أن العراق الآن يعيش في نكبات مستمرة لكنهم لم يحركوا ساكنا، لكن لأن مصلحة إيران تقتضي التصعيد مع تركيا تم استخدام الأراضي العراقية لهذا التصعيد. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.